وقد قال من قال من المفسرين إن اتجاههم أولا إلى بيت المقدس عندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى بسبب رغبته عليه أفضل الصلاة والسلام في تأليف اليهود، ثم كان اتجاهه ثانيا صلى الله عليه وسلم إلى البيت الحرام لأجل مخالفة اليهود ولأجل تأليفه لقريش، وليس الأمر كما قالوا، فإن الأمر لم يكن أمرا اختياريا له صلى الله عليه وسلم، وإنما كان توجيها ربانيا كما دلت عليه الآية الثانية التي تلي هذه الآية. وكان لأجل هذه الحكمة التي ذكرتها كما يشير إلى ذلك قوله سبحانه وتعالى في الآية الثانية بل في أولها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والمفسرون وغيرهم اختلفوا في اتجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، هل كان بوحي أو بغير وحي؟ وإذا كان بوحي فهل كان وحيا ظاهرا أو وحيا غير ظاهر؟ وإذا كان بغير وحي هل كان باجتهاد منه صلى الله عليه وسلم أو لأنه خير بين أن يستقبل أي جهة يشاؤها فاختار بيت المقدس لأجل تأليف اليهود؟ هذا قول قيل بأنه خير رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختار الاتجاه إلى بيت المقدس، وقيل بأنه اجتهد فأصاب في اجتهاده استقبال بيت المقدس، وقيل كان الاتجاه إلى بيت المقدس بوحي، قيل إنه كان وحيا ظاهرا أي أنزل الله سبحانه وتعالى عليه في ذلك قرآنا، ولكن ذلك القرآن نسخ لفظه كما نسخ حكمه، وهذا ما يوحي به قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: أول ما نسخ من القرآن استقبال بيت المقدس. وقيل بأنه كان بوحي خفي وهو الذي تعبر عنه سنته صلى الله عليه وسلم، أي أوحى الله تعالى إليه بإلهام منه سبحانه وتعالى أن يستقبل بيت المقدس، فكان ذلك حكما من الله واجبا. وهذا هو القول الصحيح، لأنه يدفع القولين الأولين قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، ويدفع القول الثالث أنه لم يذكر نص قرآني نسخ يأمر بالاتجاه إلى بيت المقدس، ولم تثبت رواية صحيحة أو غير صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك، أي لم تثبت رواية صحيحة ولا ضعيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك. فإذا إنما اتجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس كان بأمر خفي من الله تعالى كسائر أوامر الله تعالى التي تترجمها سنته عليه أفضل الصلاة والسلام. وجمهور المفسرين على أن هذه الآية إنما هي في هذا المعنى، أي في استقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت الحرام بعدما كان يستقبل بيت المقدس. وحكى أبو حيان عن بعض المفسرين أنه حكى إجماع المفسرين على ذلك، ولكن أبا حيان تعقبه بأن هذا الإجماع لم يثبت عليه دليل، لأنه قال أحد المفسرين
بأن الآية الكريمة نزلت في تنكر قريش لاستقبال الرسول صلى الله عليه وسلم بيت المقدس عندما هاجر إلى المدينة. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكة اختلف في صلاته، قيل إنه كان يصلي نحو البيت المحرم، وقيل إنه كان يصلي نحو بيت المقدس، وقيل بأنه كان يجعل البيت المحرم بينه وبين بيت المقدس. وهذا الذي تقتضيه رواية البيهقي وأبي داود وابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد ضعفها بعض العلماء ولكنها ليست بالبعيدة، ويدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستقبل القبلتين عندما كان بمكة المكرمة، كان يستقبل القبلتين. قول أحد الأنصار رضي الله تعالى عنهم عندما كان راجعا من مكة المكرمة بأنه لا يرى أن يعطي هذه البنية أي البيت الحرام ظهره ويتجه إلى الجهة الأخرى فصلى نحوها أي نحو الكعبة. هذا دليل على أنهم في مكة يصلون إلى القبلتين، أما استقبالهم بيت المقدس فكان بأمر الله، وأما استقبالهم البيت المحرم فلئلا يستدبروه فكانوا يصلون نحوه متجهين إلى جهة بيت المقدس. والقول بأنه صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الكعبة وحدها عندما كان بمكة، سواء كان متجها نحو بيت المقدس أو كان غير متجه، هذا القول هو مقتضى قول هذا القائل بأن قريشا تنكرت عندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم واتجه إلى بيت المقدس. وقد أيد هذا القول واختاره وأول عليه من المتأخرين العلامة ابن عاشور، وقال بأن السياق يقتضيه، وأن بهذا القول تظهر مناسبة الآية من الآيات التي قبلها، مناسبة الآية مع الآيات التي قبلها، وذلك أن في الآيات السابقة ذكر إبراهيم عليه السلام وملته وذكر الكعبة البيت المحرم وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين متبعون للحنيفية التي عليها إبراهيم عليه السلام، فعندئذ احتجت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين بقولهم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها أي البيت المحرم. وأضد ابن عاشور أن قريشا هم الذين قالوا هذا القول، وأن مشرك العرب أيضا هم الذين ساندوا قريشا على هذا القول، أنه لو كان هذا القول مقولا لأهل الكتاب لقال الله عز وجل سيقولون ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، لأنهم ذكروا قبل قليل، كانوا مذكورين قبل الآية التي قبل هذه الآية، فلا داعي إلى الإتيان بالمظهر، بل كان الإتيان بالمضمر ممكناً.